وهنروح لموضوع ليس ببعيد أيضا عن الاقتصاد والتنمية في مصر، وهو العاصمة الإدارية الجديدة. وزير الإسكان أعلن عن مفاجأة في آخر مستجدات مشروع العاصمة الإدارية، وقال إن تم الانتهاء من المخطط العام للمشروع والمخطط التفصيلي ل10,000 فدان، وبيتم في الوقت الحالي إعداد مستندات الطرح للمرافق والبنية الأساسية. ده كان خلال كلمته في مؤتمر بنات مصر الثاني لعام 2016، وهيكون في مساهمة في هذه الخطوات القادمة مع مجموعة من الشركات الصينية اللي هتكون مسؤولة بشكل أساسي عن تجهيز بعض الأبنية الحكومية. هنتحدث عن هذه الخطوات الجديدة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من خلال هذه الوقفة الحوارية، لكن دعونا في البداية نتابع تقرير عن هذا الموضوع. تأكيدا على المضي قدما في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه تم الانتهاء من المخطط العام لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة والمخطط التفصيلي ل10,000 فدان ضمن المرحلة الأولى بالمشروع، والتي تبلغ مساحته الإجمالية نحو 190,000 فدان. وأوضحت الوزارة أنه يتم حاليا إعداد مستندات الطرح للمرافق والبنية التحتية الرئيسية، مضيفة أنه سيتم إسناد ترفيق 3,000 فدان من 10,000 فورا، وستتولى التنفيذ شركات مصرية. كما سيتم البدء في إنشاء أول حي سكني، والذي يتكون من 30,000 وحدة سكنية، على أن تبدأ شركات المقاولات المصرية التنفيذ قبل نهاية الشهر الحالي. وأوضح وزير الإسكان مصطفى مدبولي أن الشركات الصينية تسهم في إنشاء المباني الحكومية بالحي الحكومي، حيث سيتم إنشاء نحو 14 مبنى حكوميا ومركز المؤتمرات الرئيسي وأرض المعارض، وسيتم تنفيذ هذه المشروعات من خلال التحالف مع شركات مصرية، وستقوم الشركات الصينية بالتمويل بقروض على مدى زمني طويل لتنفيذ الحي الحكومي. وأضاف وزير الإسكان أن حجم الأعمال الموجودة والتي سيتم إسنادها سيكون من 90% إلى 95% منها من نصيب الشركات المصرية. وإيمانا بأهمية المشروع، أكد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذه مع مراعاة اتباع أعلى معايير الجودة، فضلا عن مشاركة الشركات المصرية بفعالية في تنفيذ المشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. معي في هذه الوقفة الحوارية دكتور عادل مختار، أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة. دكتور عادل صباح الخير. صباح النور يا فندم. نتكلم عن الخطوات الأولية اللي بتتم في هذا المشروع لانتهاء من المخطط العام. تحت أمر حضرتك. يعني هو طبعا العاصمة الإدارية ده مشروع حضاري وضروري في البداية، يعني ضروري لسبب، لأن القاهرة دلوقتي أصبحت مزدحمة بصورة لا يمكن تتحمل الزيادة السكانية اللي بتتم كل سنة. وعايز أدي مثل بسيط للمستمع، وهو إن الواحد لما بيكون ساكن في مساحة ضيقة وعدد المستخدمين للمكان كبير، بيحصل نوع من التوتر وسوء الاستخدام وسوء تأدية الوظائف. ده بيؤثر على الإنتاج العام للأسرة. فنفس الشيء بالنسبة للدولة. احنا عندنا دلوقتي الوقت المستهلك والجهد اللي ضايع والتوتر الذهني والعصبي والبصري للإنسان في العاصمة كبير، وبيستنزف جزء من طاقاته مش قليل يعني. فالنهاردة لما نفكر نعمل عاصمة إدارية جديدة، ده في حد ذاته يعتبر نقلة حضارية مطلوبة وضرورية. لكن في نفس الوقت أنا يعني إذا سمحتي لي، هو إنجاز بكل المقاييس وتشكر عليه الدولة، وكان لازم يتم من ساعة ما أعلن عنه الرئيس السيسي قبل كده. ولكن كمتخصص وكدارس عمارة وكفاهم للأمور وكمتابع للي بيحصل، أحب أقول لحضرتك إن لابد إن يكون هناك محاذير أساسية نراعيها في الاعتبار وناخدها في الاعتبار. ما هي هذه المحاذير؟ هقول لحضرتك. أولا، لو عملنا مقارنة لما تم إنجازه قبل كده من مدن في 6 أكتوبر أو المدن الجديدة أو في 10 من رمضان، هنجد إن الأجزاء الجيدة هي التي قام بها القطاع الخاص، والأجزاء اللي هي نمطية هي التي قمنا بها كمجهودات
لم تحقق في النهاية إلا مجموعة سكنات. فعندي مثلا مسجد الحصري في أكتوبر والمناطق السكنية اللي جنبيها صورة يعني مرهقة جدا ولا تليق بمصر في هذا القرن. احنا تقصد من ناحية ايه؟ من ناحية يعني من شكل المباني ومدى جودتها ولا توزيع المباني السكنية ام الخدمات المقدمة للمواطن؟ هقول لحضرتك، هو النهاردة في العمارة تخطيط عمراني، في العمارة تصميم عمراني، في العمارة تكنولوجيا البناء، في العمارة الجرين اركتكشر، في العمارة السستينابل اركتكشر، كل في العمارة تكنولوجيا مواد البناء الحديثة. كل هذه المسائل يجب انها تكون روافد تخلينا نطلع في النهاية منتج، هذا المنتج نفخر به ونتباهى به بين الأمم. عندنا مثلا مدينة زي مدينة مصدر في الإمارات، هذه المدينة أنا اطلعت على الرسومات بتاعتها، كل شيء في هذه المدينة مخطط، معروف فين المرافق، فين الصرف، فين المياه، فين التليفونات، فين النت، فين المسطحات الخضراء، فين مرور المشاة، فين أماكن لعب الأطفال، فين العجل والبسكليتات اللي الأطفال بيركبوها ويكونوا آمنين. إذن أنا لما بعمل مدينة، هذه المدينة لابد أن إحنا ما تكونش أقل من المدن اللي بتحصل عالميا. مصر لها مكانة يا جماعة كبيرة جدا. اتنين، أنا يسعدني تصريح الوزير بأن الشركات المصرية هي اللي هتبني فيها، ولكن أنا عندي تحفظ كبير. إحنا بنعمل دورات عشان ندرب العمالة والحرفيين، لأن الكفاءات هربت برة علشان خاطر بحثنا عن المرتبات الأعلى. طيب إيه اللي يمنع أن الدولة كسياسة تتبنى أن في جزء بيتعمل نموذج، هذا الجزء اللي بيتعمل بالكفاءة الأجنبية وبالشركات الأجنبية يكون مدرسة لعمالنا والمهنيين والفنيين يشوفوا كيف يتم البناء في الخارج. لكن يعني هل نقدر نقول ان الاساس هو وجود المخطط؟ لو المخطط وضع بشكل سليم يعني من خرائط، وزي ما حضرتك ذكرت ان احنا بنحدد كل حاجه قبل ما نبني، ده اللي هيبقى الخطوه الاساسيه اللي من خلالها يتم تلافي اي اخطاء، مش بعد ما نبني بالتاكيد نسينا نحط نوصل ماسوره في الحسابتين. احنا بنعمل سفلته مؤقته وبعدين بنكسرها عشان نعمل تفصيلات، وبعدين بنسكن الناس وهم مش عارفين يوصلوا ولا يركنوا بعربياتهم، في حين ان في الخارج ما بيحصلش ده كله ابدا. الواحد بيخش عنده قطعه الارض بيلاقي كل شيء محدد بالسنتيمتر بالمليمتر هيتصرف ازاي. اضافه الى ذلك الديفلوبر بره اللي هو المطور العقاري لما بياخد منطقه بيعرض على الدوله الايربان ديزاين بتاعه هيكون ايه، نسبة المسطحات الخضراء شكلها ايه، عدد الوحدات شكله ايه. بره تبص تلاقي الوحدة السكنية اذا زادت عدد الغرف فيها يخصص لها 2 باركينج في جراج، 3 باركينج في جراج، 1 باركينج في جراج، في باركينج للفيزيتورز اللي هم الزائرين. الهيئة اللي بتشرف على هذا الكلام فيها كبار المهندسين اللي تسحب الترخيص لو ما تعملش الجراج في البداية. بيوتنا النهاردة كلها سبليت يونيت على الواجهات، يا ترى العاصمة الإدارية الجديدة هتبقى بهذا النمط ولا هندخل التكييف الشبه مركزي أو المركزي في بناء المدينة كضرورة معاصرة لا يمكن الاستغناء عنها. ازاي ممكن كمان نراعي في البناء سواء المباني السكنيه او المباني الاخرى الاداريه شروط السلامه البيئيه، يعني التكنولوجيا الحديثه، وجود مباني ذكيه ومباني تحافظ على سلامتها؟ شوفي حضرتك، هي كل دي لها نورم ولها ماتريك معين لابد احترامه، وفي مواصفات لابد الالتزام بيها. بره ما عندهمش، عندهم صحيح الاسكان المتوسط والاسكان الفوق متوسط والاسكان الفاخر، لكن ده ابدا ابدا لا يتم على حساب المواصفات الفنيه للمباني. يعني سواء شعبي ولا متوسط ولا فوق متوسط ولا فاخر، في كل هذه المراحل بتحترم المواصفات الفنيه بشكل ايه؟ بشكل جيد.
فالنهارده